ما بعد، فهذه الحلقة الثالثة من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في الدرسين الأولين عن مقدمة عن علم السيرة النبوية وتأليفها وفضلها إلى غير ذلك من الأمور، ونبدأ الآن ببعض المقدمات أو الإرهاصات لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا. لا شك أن الله تبارك وتعالى كما قلنا في الدروس السابقة قد أخذ الميثاق على الأنبياء والمرسلين جميعا أنه إذا بعث فيهم محمدا عليه الصلاة والسلام أنهم يجب عليهم أن يتبعوه وأن يأمروا أممهم باتباعه. لذلك كل الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى فيها بشارات واضحة صريحة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلاماته المميزة له عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو، وقد كان يقرأ في الكتب السابقة، قال: وجد في التوراة صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها ربنا عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، صلى الله عليه وآله وسلم. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، يعني التحريف الذي جرى في ملة إبراهيم عليه السلام. ما جرى تحريف، قلنا في الدروس السابقة أن الناس بدأوا يحرفون الدين الإسلامي الذي جاء به إبراهيم عليه السلام. كل الأنبياء كانوا مسلمين بالمناسبة مع اختلاف الشرائع، لأنه في العقيدة عقيدتهم واحدة، فحرفوا الدين وبدلوه وصاروا يعبدون الأصنام. فقال الله تعالى في التوراة، ولن في تشويش، قال: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا، صلى الله عليه وسلم. هذا صفة. من الأشياء التي وردت أيضا أنه كان اليهود إذا تقاتلوا مع الوثنيين، يعني مع عباد الأصنام من العرب، وهزمهم العرب في بعض المواقع، فكانوا يقولون لهم: لقد أضلنا زمان نبي، يعني هم يعرفون أن النبي قد قدم وقرب زمانه، ولكن ما كانوا يظنون أنه سينتقل من بني إسرائيل إلى العرب، كانوا يظنون أنه سيتتابع كما جاء الأنبياء من قبله من بني إسرائيل، كانوا يظنونه منهم، لذلك حسدوه لما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن منهم. قالوا: لقد أضلنا زمان نبي فسنتبعه ونقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم، هكذا كان اليهود يقولون. فلما بعث صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة كفروا به، فقال الله تبارك وتعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يقولون لهم: سنتبع النبي ونقاتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لذلك عبد الله بن سلام رحمه الله ورضي الله عنه لما جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتلقاه ابن سلام، قال: نظرت إليه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وتبين من صفاته التي وردت معه في التوراة أنه رسول الله. عبد الله ابن الجارود ابن عبد الله أيضا عندما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: والذي بعثك بالحق لقد وجدت صفتك أو وصفك في الإنجيل، ولقد بشر بك ابن البتول عليه السلام. وهذا نص قرآني: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني،
فإنها رأت أنها خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. قال وكذلك أمهات الأنبياء يرينا. فدعوة أبي إبراهيم، دعوة إبراهيم لما بنى البيت شو قال؟ قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله هذه الدعوة. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، عيسى قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هو كل الأنبياء بشروا به، ولكن آخر نبي بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم هو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذلك النجاشي فيما رواه أبو داود أسلم ولكن لم يستطع أن يأتي. ماذا قال النجاشي؟ قال أشهد أن محمد رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من أمر الملك وما تحملت من أمر الناس لأتيته حتى أحمل عليه. فالنجاشي أسلم ولكن بسبب انشغاله بالملك لم يستطع أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد فيه أنه قال أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك مقدمات قبل أن يأتي كانت تبشر به الكتب السماوية، تذكر صفته وتذكر البلد الذي يولد فيها والبلد الذي يهاجر إليها أنها بلدة بين حرتين، يعني المدينة. الحرتان هما الأراضي ذات الحجارة السوداء، تعرفوا بالمدينة في حرة شرقية وحرة غربية. مدينة بين حرتين ذات نخل كثير، هكذا كانت توصف في الكتب السابقة. وسلمان الفارسي قصته معروفة ومشهورة، في ذكرها رضي الله تعالى عنه كيف أسلم وكيف وصل إلى المدينة. سلمان الفارسي كان من بلاد فارس، من رام هرمز. رام هرمز بلد في بلاد فارس. كان سلمان الفارسي أبوه، كان أبوه كاهنا يوقد النار التي يعبدها المجوس، وكان يعني وكان ذا قيمة. فابنه تعود طبعا مثل أبيه، تربى معه عند النار وصار يعبد النار معهم. في يوم من الأيام لاحظ سلمان أن أخاه الكبير يخرج في كل أسبوع يوما يتنكر، يغير شكله ويذهب إلى الجبل. فقال لأخيه لماذا تفعل هذا؟ قال أخشى إن كلمتك أن تفضح سري. قال أعدك أنني لا أتكلم شيئا. فقال له إن هناك أناسا يدعون أنهم على الدين الحق وأننا نحن لسنا على دين، يعني عبادة النار لا شيء. قال فخذني معك إليهم. قال أخشى أن تتكلم. قال أعدك أنني لا أتكلم. فأخذه معهم. قال فجلسنا إلى مجموعة من الشباب وصاروا يحدثوننا عن الأنبياء والمرسلين السابقين الذين أرسلهم الله، وكل واحد ماذا عمل الله به، حتى وصلوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم فتحدثوا عنه وأنه يبشر برسول جديد. عدة مرات ذهب سلمان فانتبه أبوه إلى هؤلاء فهددهم أن يخرجوا من البلدة خلال 3 أيام وإلا قتلهم أو عمل بهم أشياء يعني لا تليق. ففروا. سلمان قال أنا أذهب معكم. أبوه في بعض الروايات عندما علم أنه يريد أن يذهب حبسه بالحديد، يعني ربطه. فاتفق معهم على آخر يوم عندما يريدون الذهاب، فك نفسه وهرب معهم، ترك أباه وبلدته وهاجر مع هؤلاء في سبيل الله. وانتقل من بلدة إلى بلدة حتى وصلوا إلى كاهن من الكهان والعباد الصالحين، وهم قلة في ذلك الزمان، كانوا لا يتجاوزون على ما قيل 30 رجلا في الأرض كلها. المهم وصل إليه فأخبرهم أيضا عن الأنبياء والمرسلين وصار يعظهم يعني ويذكرهم، حتى وصل إلى الكلام عن عيسى عليه السلام. بعد فترة من الزمن أراد هذا الشيخ أن ينصرف إلى بيت المقدس، فذهب معه سلمان. في بيت المقدس مرض الشيخ هذا الكبير الكاهن وأراد أن يموت، فقال له سلمان أرشدني إلى رجل مثلك أذهب معه وأكون معه حتى يرشدني إلى الخير. فقال هناك رجل في بلدة مثل الموصل. ذهب إلى الموصل، كاهن الموصل أيضا كبير في السن، عندما أراد أن يموت قال دلني على ثاني، دله على واحد في نينوى وواحد في عموريا. صار ينتقل من كاهن إلى كاهن، آخر واحد قال له لم يبقى في الأرض غيري،
قال أنا آخر واحد، ولكنني أدلك على قرب، لقد قرب زمان النبي المنتظر، اسمه كذا صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، يبعث في مدينة ذات نخل كثير كذا، وصف له أنه يولد في مكة ويهاجر إلى المدينة، أوصاف يعني. فانطلق سلمان وقد كان في بعض البلدان التي هذا يجلس فيها اشتغل، فصار عنده بقرات وغنيمات. قال فرأيت قوما من العرب مسافرين، فقال لهم أتصحبونني على أن أعطيكم هذه الحيوانات التي معي؟ قالوا نعم. قال فأخذوني معهم على أن يوصلوني إلى مكان المدينة، يعني قريب من الأماكن اللي هو يظنها أنها هنا. قال ولكنهم ظلموني فباعوني لرجل يهودي. في الطريق اتهموه أنه عبد، هو ليس عبدا هو مسافر، فباعوه لرجل يهودي، اليهودي باعه لامرأة يهودية أو لرجل يهودي آخر، ولكن وصل إلى المدينة، أكرمه الله بصدقه فصار في المدينة، وصار يتحسس الأخبار حتى سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. كان من يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات: أنه يأكل الهدية، وأنه لا يأكل الصدقة، وأن بين كتفيه خاتم النبوة. خاتم النبوة عبارة عن نتوء في الظهر يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نتوء يشبه الثؤلول ولكنه كبير، عليه شعرات مصفوفة كعرف الفرس، مثل الشعر الموجود على رقبة الفرس، شعر مصفوف بشكل خاص، هذه علامة على أن هذا الرجل نبي. وقيل إن محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام كان الشعر الذي على خاتم النبوة مكتوب عليه توجه حيث شئت فإنك منصور، مكتوب بالشعر يعني، توجه حيث شئت فإنك منصور صلى الله عليه وآله وسلم. المهم سلمان يوم من الأيام سمع اليهودي الذي اشتراه يقول لصاحبه قاتل الله بني قيلة، يعني قاتل الله العرب، لقد جاءوا واجتمعوا في قباء وهم يزعمون أنهم حول نبي من الأنبياء. فركض سلمان منبهرا بهذا الكلام وهو ينتظره منذ فترة طويلة، قال ماذا تقولون؟ فلكمه سيده على وجهه، قال اذهب إلى العمل، وما شأنك أنت بهذا؟ فقال بس أحببت أن يعني سمعت خبرا أحببت أن أتبينه. ثم صار يسأل حتى دل على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وأخذ معه شيئا من التمر أو كذا، وقال له يا محمد هذا صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا ولم يأكل منه. في اليوم الثاني أخذ له تمرا فقال يا محمد هذا هدية، فأكل منه صلى الله عليه وسلم وأطعم أصحابه. ثم جعل سلمان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتبين العلامة الثالثة. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا عرف مقصده، ففتح الثوب ليريه خاتم النبوة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم. طبعا أسلم ولا زال رقيقا، عبد يباع ويشترى. شغله الرق عن الغزوات، عن غزوة بدر وغزوة أحد، تأخر فترة يعني. حتى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد كاتب يا سلمان، يعني اشتري نفسك من سيدك ونحن نساعدك. تعرف رب العالمين شو قال؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لذلك يستحب أن نساعد، يعني لو كان هناك أرقاء أن نساعدهم من مال الزكاة على المكاتبة. المكاتبة هي عقد يكون بين العبد والسيد، يشتري بناء على هذا العقد، يشتري العبد نفسه من سيده. في هذه الفترة التي تكون المكاتبة فيها يحق للعبد أن يشتغل ويأخذ المال له حتى يسدد الأقساط المطلوبة منه. أما في غير المكاتبة العبد لا يملك شيئا، إذا عمل يأخذه السيد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان. فكاتب سلمان على اليهودي، هذا طماع، تعرفوا اليهود كلهم طماعون. قال له أكاتبك على 100 فسيلة، 100 نخلة يعني، تزرعها وترعاها حتى تطعم، يعني حتى تبدأ بإخراج الثمر، و40 أوقية، 40 أوقية من الذهب كثير. النبي عليه الصلاة والسلام وافق، قال له افعل ونحن نساعدك. فأمره أن يحفر
الحفر، قال له وأنا أزرعها بيدي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وزرع 99 نخلة فسيلة. الرقم 100 زرعها سلمان، وقيل إن الذي زرعها عمر، فحملت كلها في نفس السنة إلا هذه الواحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع هذه؟ قالوا عمر أو سلمان. فنزعها صلى الله عليه وسلم وزرع غيرها فحملت ولم يمت منها ولا واحدة. بعدين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذهب لا يعادل بيضة حمامة، يعني شوية دنانير لو جمعتها مثل بيضة الحمامة صغيرة، يمكن 5-6 دنانير. فقال لسلمان خذ هذه فسدد عنك. فقال يا رسول الله وماذا تكفي هذه؟ فأخذها صلى الله عليه وسلم فقلبها على ريقه ودعا وعطاه إياها. قال سلمان فسددت كل ما طلب مني وبقي منها شيء. المهم هذا سلمان عبارة عن يدلنا على إرهاصات لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم كانت معروفة في الأمم السابقة، وقد كان الكهان يتواصون ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم. وسلمان عاش فترة طويلة من الزمن، قيل إنه عاش 150 عاما، وقيل 250، وقيل أقل وقيل أكثر، يعني أغلب الأقوال على أنه عاش 250 عاما رضي الله تعالى عنه. في أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عفوا في أيام ولادته، عندما قربت ولادته صلى الله عليه وسلم، جعل الله تعالى بعض العلامات الأخرى غير العلامات الموجودة في الكتب السابقة، منها حادثة الفيل. النبي عليه الصلاة والسلام ولد كما تعلمون في عام الفيل، في نفس العام التي حصلت فيه الحادثة. هذه الحادثة ذكرها الله في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أبابيل يعني جماعات، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه الآية نزلت بسبب أن أبرهة كان ملكا على اليمن من قبل النجاشي ملك الحبشة، يعني ملك الحبشة كان يمتد سلطانه على اليمن أيضا، فكان مثل الأمير الآن، أمير المنطقة يكون تحت سلطة الملك. ملك الحبشة كان تحت سلطة ملك اليمن، كان تحت سلطة ملك الحبشة. فأبرهة هذا عمل كنيسة عظيمة على صنمين من الأصنام، كان هناك صنمان كبيران حوالي 28 متر طول الصنم في اليمن، فبنى عليهما كنيسة عظيمة جدا، وأخذ من قصور بلقيس الرخام والمرمر والأشياء الذهبية والأشياء النفيسة، وعمر كنيسة هائلة، وسخر أهل اليمن وأذلهم في بنائها. وأراد أن يصرف العرب عن الحج بدل البيت الحرام أن يحجوا إلى كنيسته، وأخبر ملك الحبشة بهذا، قال لقد عمرت وبنيت كنيسة كبيرة سأصرف حج الناس إليها بدل أن يحجوا إلى الكعبة. علم بهذه القصة رجل من بني كنان عربي، فسافر خصيصا إلى اليمن ودخل إلى هذه الكنيسة وقعد فيها، يعني قضى حاجته فيها وانصرف عائدا فقط لأجل هذا العمل. فلما علم أبرهة بهذا الأمر غضب غضبا شديدا وحلف أن يهدم البيت الحرام، حلف أن يهدم الكعبة، وجهز لذلك جيشا كبيرا وصدره بفيل عظيم. كانت العرب لا تعرف الفيل، لا يرونه إلا نادرا، فكانوا يخافون منه. ومشى من اليمن إلى مكة، في الطريق عارضه بعض العرب فقاتلهم وغلبهم وأخذ رئيسهم أسيرا، كذلك مرة ثانية واحد آخر، وكل واحد منهم يقول له لا تقتلني أنا أدلك على الطريق، والثاني يقول لا حاجة لي لك بقتلي لعلي أفيدك، إلى غير ذلك، حتى وصل إلى الطائف. قريبا من الطائف أهل الطائف أو ما جاورهم قالوا له نحن معك ولسنا ضدك، وكلهم يخافون معه جيش كبير. فلما وصل إلى مشارف مكة أرسل رجلا من عنده قال انظر إلى سيد القوم الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد المطلب هو سيد القوم، قال اذهب إلى سيد القوم وقل له نحن لم نأتي لقتالكم ولكننا جئنا لهدم هذا البيت، فإن تركتمونا هدمناه وانصرفنا،
وإن قاومتمونا قتلناكم. فذهب إلى عبد المطلب وأخبره، فقال له عبد المطلب: نحن لا طاقة لنا بقتالكم، من يستطيع أن يقاتل هذا الجيش الكبير؟ قال له: لا نقاتلكم، وإن لهذا البيت ربا يحميه. فتسلط بعض جنود أبرهة على مشارف مكة فأخذوا 200 من الإبل كانت لعبد المطلب، أخذوها وسرقوها. قال عبد المطلب: ولكني أريد أن أصل إلى ملككم فأتكلم معه. جاء عبد المطلب، كان شخصية يعني لها هيبة ووقار، شخصية جميلة جدا، ومعه هيبة أعطاه الله، يعني يليق بمقام سيد قبيلة فعلا. فلما رآه أبرهة، أبرهة كان جالس على الكرسي، يعني العرش تبعه كرسي كبير، فلما رآه إذا أجلسه تحته لا يليق به، رجل له هيبة شكله لا يليق أن يجلس على الأرض وأبرهة فوق، وإذا أجلسه معه على الكرسي أيضا لا يليق، لأنه يعني لا يرضى لنفسه أن يجلس أحدا معه، كأنه يشاركه ملكه. فماذا فعل؟ نزل على الأرض هو وجلس على الأرض وأجلس عبد المطلب معه وجعل يتكلم. فقال له عبد المطلب: إني أريد منك أن تعيد إلي الإبل التي أخذها جنودك. فقال له: لقد أعجبتني حين رأيتك، ولقد يعني استصغرتك حينما تكلمت، أتتكلم معي في 200 من الإبل ولا تتكلم معي في البيت الذي هو دينك ودين آبائك وأنا جئت لأهدمه؟ فقال له عبد المطلب: أنا رب الإبل، والله تعالى هو رب هذا البيت، أنا مسؤول عن إبلي، والله تعالى مسؤول عن بيتي هو يحميه. فقال هذا أبرهة، قال: لن يمتنع مني، يعني ربك لن يمتنع مني، هكذا قال والعياذ بالله. وجاهز عبد المطلب، أخذ الناس وذهب بهم من البلدة وذهبوا إلى الشعاب ليبتعدوا عن شر الجيش. جاء أبرهة ووضعوا هذا الفيل الكبير ووجهوه إلى البيت فبرك على الأرض لم يتحرك، يضربونه بالعصي بالكذا لا يتحرك، يوجهونه إلى اليمن يقوم فيركض بسرعة، يوجهونه إلى الشام يركض بسرعة، إذا وجهوه إلى البيت جلس على الأرض دون حراك. وبينما هم كذلك إذ أرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيورا من عنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، جاءت من جهة البحر طيور صغيرة، كل طير معه 3 أحجار، واحد في منقاره واثنان في يديه، أحجار صغيرة قيل إنها كالعدس وقيل إنها كالفول، صغيرة ولكنها كالرصاص، تعرف الرصاص بالضبط مثل الرصاص، يمكن تكون رصاص والله أعلم، حجارة من سجيل يعني من طين ولكنها مثل الرصاص. فكانت الطيور تلقيها فتخترق الإنسان من رأسه وتخرج من أسفل الدابة فيخر ميتا، طبعا لم يموتوا جميعا، مات قسم كبير منهم وهرب الباقون. أبرهة أصابه الله تبارك وتعالى بمرض فصار يتقطع قطعا قطعا، تتساقط أنامله واحدة تلو الأخرى ويتألم، حتى وصل إلى اليمن فانصدع صدره وخرج قلبه ومات والعياذ بالله تعالى. هذه قصة الفيل كانت مقدمة، قال العلماء لم يكن النصر للوثنيين على أهل الكتاب، لأنه جيش أبرهة من أهل الكتاب وأهل مكة كانوا يعبدون الأصنام، فلم يكن النصر في الحقيقة لأهل الأصنام على أهل الكتاب، ولكن كان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مقدمة لهذا الحرم الذي يريد الله أن يخرج منه هذا الإسلام. الحقيقة هي هذا، هي عبارة عن نصر للإسلام مقدم عليه، لأن الحرم لو هدم لما بقي للمسلمين شيء يتوجهون إليه، فجعله الله مثل مقدمة. في نفس العام بعد هذه الحادثة بخمسين يوما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما ولد عليه أفضل الصلاة والسلام حدثت أمور غريبة لم تكن تحدث من قبل. من هذه الأمور أن قصر كسرى، كسرى له قصر كبير، اهتز فوقعت منه 14 شرفة، شرفة مثل البرندة أو البلكونة أو كذا،
وقعت 14 شرفة منه بعد اهتزازه. طبعا كسرى تضايق جدا، قصر قوي يهتز فيقع، يعني كأنه بناء تعبان مع أنه هو بناء قوي جدا. وانطفأت نار فارس، 1000 سنة لم تطفأ قبل ذلك، 1000 سنة توقد، كلما أرادت أن تطفأ أوقدوها ليعبدوها، في ذلك اليوم طفئت هذه النار. وغاضت بحيرة ساوى، بحيرة كاملة غاضت، يعني انمحى ماؤها، ابتلعته الأرض فصارت جافة. أحداث غريبة جدا حدثت في وقت واحد. كسرى جمع كهانته ووزراءه والناس ليخبرهم عن هدم الشرفات في قصره وما تضايق منه. في نفس الليلة كان رجل يسمى الموبذان، يبدو أنه وزير أو كاهن كبير، هذا رأى رؤيا، رأى خيلا صعاب، عفوا، إبلا صعابا تقود خيلا عرابا، يعني إبل تقود خيولا تمشيها أمامها، يعني كأنها قائد لها. ورأى أن هذه الإبل جاءت قطعت دجلة وانتشرت في بلاد فارس، فقام مذعورا. ولما ذهب إلى كسرى مع جملة الناس الذين أتوا إليه، تكلم كسرى بما حدث من أمور غريبة من أطفاء النار وكذا وكذا، فقال له الموبذان إني رأيت كذا وكذا وكذا، فقال أريد رجلا يفسر لي ما حدث. فأرسل إلى النعمان ابن المنذر، قال له من كسرى ملك الملوك، كان يلقب نفسه ملك الملوك، وقال صلى الله عليه وسلم فيما بعد، قال أخنع الأسماء شاه شاه، أخنع الأسماء عند الله، يعني أحقر اسم يسمي إنسان نفسه به أن يسمي نفسه ملك الملوك، لأن ملك الملوك هو الله، فلا يجوز لإنسان أن يسمي نفسه شاه شاه أو ملك الملوك. كسرى كان يلقب نفسه هكذا. قال من كسرى ملك الملوك إلى النعمان ابن المنذر، قال له أرسل إلي رجلا يجيبني عما أسأله عنه، بس بدون ما يعرف شو بده يسأله، من الخوف بعت له واحد ما بيعرف شو بده يسأله، طيب بدك إياه فيزيائي ولا فلكي ولا رياضيات ولا تاريخ، بعت له واحد اسمه عبد المسيح. ذهب عبد المسيح إلى كسرى، قال له تستطيع أن تجيبني عما أسألك عنه؟ قال له سلني أول، أو شو بعرفني شو بدك تسألني؟ قال له سلني، فإن كنت أعلم أجبتك، وإلا دللتك على من عنده بهذا العلم شيء. فسأله عن الرؤيا التي رآها الموبذا، وعن البحيرة التي غاضت، وعن النار التي طفئت، وعن القصر الذي تهدم جزء منه. فقال هذا ليس عندي علم منه، ولكن علمه عند خالي، خالي اسمه سطيح، قال اذهب إلى سطيح واستفسر منه واتني بالتفسير. ذهب عبد المسيح إلى بلاد الشام، وذهب إلى سطيح فوجده مريضا على فراش الموت، لحقوا تلحيئة يعني. فأخبره قبل ما يخبره، قال له سطيح، نقلت لكم العبارة حتى لأنه صعب حفظه فنقلتها لكم، قال له عبد المسيح على جمل مشيح أتى سطيح وقد أوفى على الضريح، بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان، رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. يا عبد المسيح، الآن أعطاه التفسير، قال إذا كثرت التلاوة، تلاوة القرآن يعني، وظهر صاحب الهراوة صلى الله عليه وسلم، صاحب الهراوة لأنه كان يحمل عصا عليه الصلاة والسلام، وفاض وادي السماوة، وغاضت بحيرة ساوة، وخمدت نار فارس، فليس الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات. كم شرفة هدام؟ 14. قال له سيملك من بني فارس 14 ملك، وكل ما هو آت آت، يعني بعدين تنقضي دولتهم. فعاد الرجل وأخبر كسرى، كسرى فرح، قال إن يملك منا 14 ملكا فذلك أمر طويل. شو 14 ملك؟ بالعادة بطولوا كتير 14 ملك، ممكن واحد منهم يعيش مثلا 50 سنة 100، ف14 ملك أمر طويل. سبحان الله، في خلال 4 سنوات 10 ملوك ماتوا، بأربع سنوات 10 منهم ماتوا، وبقي 4 فلم ينقضي زمن عثمان ابن عفان حتى هلكوا جميعا.
في زمن عثمان فتحت بلاد فارس كلها، فإذا ما طولوا، وكل ما هو آتين آت. هذه كلها مقدمات بين يدي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولادته. كيف بدأت القصة الآن؟ انظر كيف يحمي الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وهو في صلب أبيه، لأنه إذا قضى الله أمرا فلا بد أن ينفذ. يقال إن الله تبارك وتعالى لما أنجى السفينة أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان في صلب نوح. ولما ألقي إبراهيم في النار فلم تحرقه كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلبه، ينتقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة الزكية. قال الله له وتقلبك في الساجدين، لذلك ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. في كل آباء وأجداد صلى الله عليه وسلم من عهد آدم إلى عبد المطلب وإلى عبد الله لم يلتقي واحد منهم مع الثانية في زنا أبدا، كلهم زواج نكاح طبيعي. إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. وروى البخاري قال صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وروى الإمام مسلم رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فإذا صلى الله عليه وسلم الله اختاره اصطفاه واختاره، فهو المختار والمنتقى والمصطفى والمجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف كان في صلب عبد الله؟ كيف يهلك عبد الله؟ ماذا حصل؟ ليش؟ قال الذي حصل ما يلي: في يوم من الأيام ذهب ماء زمزم وجف وبقي فترة طويلة لا يعلم أحد عنه شيئا. في ليلة من الليالي رأى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول له قم فاحفر زمزم، في كلمات عربية فصيحة قيلت له يعني معناها قم فاحفر زمزم. قام لم يأخذ يعني الرؤية على محمل الجد. في اليوم الثاني رأى نفس الرؤية، ثالث مرة دله الذي رآه في المنام على مكانها تماما، قال له بين كذا وكذا وكذا. فحفر عبد المطلب فأنبع الله زمزم مرة ثانية، نبعت وعادت من جديد. فنازعه العرب عليها قالوا نحن شركاء لك، قال لهم لا، هذا شيء اختصني الله تعالى به. قالوا له أبدا لا نتركك حتى تجعلنا شركاء معك. قال اجعلوا بيني وبينكم حكما. قالوا الحكم كاهنة في بلاد الشام. قال طيب نمشي معك. ذهبوا يعني فرق، اجتمعوا كل فرقة ترسل مندوبا عنها، وذهب عبد المطلب مع بعض أبنائه إلى بلاد الشام إلى الكاهنة لتحكم بينهم في القضية. في الطريق كادوا يموتون عبد المطلب وأولاده من العطش، انتهى ما معهم من الماء. فقال للذين معه اسقونا من الماء، قالوا نحن نخاف مثل الذي تخاف، بركي سقيناك بعدين نحن عطشنا. فلم يرضوا. فقال إذا نحن لكي لا نهلك ما دام لازلنا أقوياء ليحفر كل واحد منا حفرة فإذا مات دفناه فيها لأنه ما في ماء. المهم بينما هم في وضع مهلك قامت ناقته من الأرض وإذ نبعا من تحتها الماء، سبحان الله، نبع من تحتها الماء. فقال العرب له إن الذي سقاك هذا الماء هو الذي سقاك زمزم. فرجعوا ولم يذهبوا إلى الكاهنة. فنذر عبد المطلب نذرا في تلك الحالة عندما نصره الله عليه، نذر نذرا أنه إذا رزقه الله 10 من الأولاد فبلغوا السن الشباب أن يذبح واحدا منهم لله تعالى. سبحان الله. في عهد متأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم نذرت في عهد مروان بن الحكم، نذرت امرأة أن تذبح ولدا من أولادها، فاستفتت العباس، فالعباس أفتاها بأن تذبح إبلا بدل الولد. عبد الله بن عمر توقف عن الفتوى، لم يقل لها افعلي ولا لا تفعلي، سكت. قال مروان بن الحكم، وكان الخلفاء كانوا كلهم علماء بالمناسبة، الخلفاء السابقون كانوا علماء، يعني قيل عن أبي جعفر المنصور قيل لولا السياسة لكان أفقه من الإمام مالك،
ولكن السياسي شغلته عن العلم، كانوا علماء كبار ومجتهدين، بعضهم كان مجتهدا. فالمهم مروان بن الحكم ماذا قال؟ قال لقد أخطأ في الفتية، يعني العباس وابن عمر لم يحسنا الجواب، وأمرها أن تعمل من العمل الصالح ما استطاعت، وأن لا تذبح أحدا، لا إبل ولا ابنها، لأنه هذا ورد في الحديث الشريف: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. تعرفوا الحديث، الرجل الذي نذر أن يصوم وأن يقوم لا يجلس وأن لا يستظل، فوجده صلى الله عليه وسلم رجل واقف في الشمس وصايم راح يموت. شبه هذا؟ قالوا له: يا رسول الله، هذا نادر ندر أنه يتم واقف في الشمس وهو صايم. فأمره أن يجلس وأن يستظل وأن يتم صومه. الصوم قال له: معلش كمل، أما هذيك التنتين هي ليست طاعة، شو توقف في الشمس؟ قال له: اجلس واستظل وأتم صومك. الشاهد: كبر أولاد عبد المطلب، رزقه الله 10 من الأولاد وكبروا، كيف بده يذبح؟ أي واحد بده يذبح؟ قال: نعمل قرعة. قال لأولادي: كل واحد يكتب اسمه على شيء على خشبة ويجيب لي إياه. جابوها خلطوها ببعض، سحبوا واحدة طلعت عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله. وضعه تحته وجاء ليذبحه، فقامت القيامة عليه، كل الناس قاموا ضده، قالوا: أنت سيد القوم، إذا ذبحت ولدك فكل الناس سيقتدون بك ويذبحون أولادهم فيما بعد، فلا يبقى لنا كيان، إذا كل واحد يذبح ابنه لا يبقى شباب في البلد. فما رضيوا، منعوه من ذلك، ومع أنه هو كان يحب عبد الله حب شديد، يعني كان أكثر ولد يحبه. بعدين ماذا نفعل؟ قالوا له: نذهب إلى الكاهن. ذهبوا إلى الكاهن أو كاهنة، فأشارت عليهم أن قالت لهم: الدية عندكم كم؟ لو واحد قتل قتيلا كم ديته؟ قالوا: 10 من الإبل. قالت: فأحضروا 10 من الإبل وأحضروا عبد الله وأجروا القرعة بينهما، فإن خرجت على الإبل ذبحتموها بدلا منه، وإن خرجت عليه زدتم 10 أخرى وأجريتم القرعة حتى تخرج القرعة على الإبل. جابوا 10، ضربوا القرعة طلعت عبد الله، حطوا 10 تاني عبد الله، ثالثة عبد الله، إلى أن صارت الإبل 100. فلما صارت 100 طلعت القرعة الإبل، فعبد المطلب أحب أن يتأكد، فأجرى القرعة 3 مرات، كل مرة تطلع إيش؟ الإبل. والإسلام أقر هذه الدية فيما بعد، فكانت الدية الآن في الإسلام إذا قتل قتيل فديته 100 جمل. الفقهاء ذكروا أن الدية 100 من الإبل، الآن قدرت تقديرا 100,000 ريال أو كذا أو غيرها، وإلا هي في الأصل 100 من الإبل كما كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام. فذبحت ونحرت 100 من الإبل بدلا من عبد الله. أنجى الله عبد الله، لماذا؟ لأن في صلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحادثة اللي جرت، كل التفاصيل والتعقيدات اللي فيها، لأنه لا يمكن يذبح، لازم يتجوز حتى يجي من صلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي كلها مقدمات وإرهاصات تدل على نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لمن تأمل. طيب، بعدين في يوم من الأيام كان ماشي عبد الله، بعد ما صارت الحادثة هي ماشي عبد الله مع أبيه عبد المطلب، فرأته واحدة اسمها رقيقة بنت نوفل، أخت ورقة بن نوفل عم خديجة، اسمها رقيقة بنت نوفل، أم ختال أظن اسمها، تكنى أم ختال. هذه رقيقة بنت نوفل رأت عبد الله فقالت له: يا عبد الله، خذ 100 من الإبل مثل التي نحرت عنك، وقع علي الآن، يعني تزوجني الآن. فقال لها: أنا لا أخالف أبي، وأنا ماشي مع أبي وكذا، وهذا شيء ما يجوز، يعني هي يمكن قصد الزواج أو شيء تاني. وقال لها: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه؟ يحمي الكريم عرضه ودينه. وذهب في نفس المشوار، ذهب أبوه فخطب له آمنة بنت وهب، وهب أبوها كان سيد قومه، سيد بني زهرة، فخطب بنته آمنة لعبد الله، عبد الله ملك عليها وتزوجها، خلال 3 أيام حملت منه بإذن الله تعالى ورجع.
في نفس المشوار هو راجع رأى رقيقة بنت نوفل التي عرضت نفسها عليه بالأمس، مدري شو يعني صار، فسألها سؤال، قال لها ما لك لا تعرضين علي ما عرضت علي بالأمس؟ فقالت له لقد كان في وجهك نور ولكنه الآن ذهب، فكنت أحببت. هي لأن سمعت من أخوها ورقة، ورقة بن نوفل كان يقرأ الإنجيل وكان رجلا على دين عيسى عليه السلام، فكان يعلم أن زمان النبي القادم قد قرب، وكان يخبر أخته، فلما رأت نور النبوة اللي موجود في صلبه كان واضح على وجه عبد الله. فلما تزوج آمنة وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلب عبد الله إلى رحم آمنة، انطفأ النور الذي كان في الوجه، ذهب، ذهب، صار عند آمنة، وكانت المرأة تراه بعينها، فقالت له ليس لي بك حاجة الآن، كنت أريد أن يذهب النور إلي الذي كان في وجهك، وقد ذهب إلى آمنة، فالله يهنيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت له لقد فارقك النور الذي كان معك بالأمس فليس لي بك حاجة. خلاص. طيب، هدول كلهم مقدمات لولادة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله الثلاثاء القادم نبدأ بالتفاصيل المتبقية. بالنسبة للأمس وعدتكم بالتحصينات النبوية التي الأربعة اللي عدتكم عنها، صورنا لكم منها نسخ، فمن أحب أن يأخذ موجودة هنا بعد الدرس، كل واحد بيأخذ نسخة إن شاء الله منها. وإياكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. آمين. اللهم تولنا بعين عنايتك وأتم رعايتك ودبر لنا شؤوننا كلها، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم حفظنا القرآن الكريم واجعلنا من العاملين به على النحو الذي يرضيه. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين وعلمنا التأويل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. آمين. والحمد لله رب العالمين.